لازم تكون مع الفريق كله. لأنه معاه فول لايف راح فول راح يرجع الحياة ثاني مرة للعب مع فول، فأنت تستخدم الميزة هذه عطها الفريق كله. أول مرة نتجاوز 3000 الليمت. كان شوف كم باقي 13000 زين يعني اقتربت النهاية على قولتهم. أتوقع خلاص هذه آخر ضربات، الضربات الثلاث هذه إن شاء الله أو الدور اللي بعده هو ضربة. إذا قلنا باقي 13000 وكل ضربة منهم راح ننزل 3000، يعني باقي لي ثلاث أقل من 5 ضربات. إذا جبت بوست عالي نفس الشكل ما شاء الله 150 ب60 170 166 عشان يمكن واحد يقول ليش ما نضرب بس لحال عادية، ما في فايدة، قاعد تضرب جبل ما شاء الله.
السوبر ماركت راح ينزل على راسه كورة ما شاء الله بطل بيبسي ما شاء الله آخر شيء بعد بدون ومقالي ما شاء الله جمعية والله جمعية أتوقع خلاص هذه آخر ضربات أول وحش أو وحشين راح يتم القضاء عليه أنا صدمت صراحة إتش بي ماله العداد 60,000 تو ماتش حيل يعني وشخصياته مو قوية حيل لكن الحمد لله الستاندرد النموذجي بيك اللي أصلح في كل المعارك خاصة المعارك الرئيسية مع الوحوش الكبيرة ماجيك درو أتاك جارديان فورس وحوش الاستدعاء بس إذا بتخلي اثنين نفس الطريقة هذه أوكي خلي الثالث يكون معه أتم يعني اللي الماجيك عنده السحر ضعيف ما عنده مواد كثيرة يستخدمها في السحر خل معه أتم على أساس إنه فينيكس داون يستخدمها يستخدم بعض الضربات الموجودة عنده المواد الخاصة الموجودة بالأتم لازم نجيب بوست عالي تم القضاء عليه صغر حجمه طبعا صار صغير وهذا وحش الاستدعاء اللي راح يصير معاك انا اسف وتم انضمام تومبري اللي ما انا عارف معنى الكلمه الصراحه واخذت رويال كرام واحد وحوش الاستدعاء اخذت 21 نقاط خبره الخاصيه هذه موف اند فاوند تجيب لك إذا في مكان حفظ خفي ما تشوفه إذا خاصية هذه شابكة مع الشخصية راح تلقاه كذلك إذا في درو من المواد وخفية راح تطلعها فهي خاصية مهمة خاصية مهمة طبعا سمي الوحش وحش الاستدعاء